حبيبي كرام، السلام عليكم. معكم شيف عبد الباسط البخاري. كنتمنى ان شاء الله كل شيء يكون مزيان وبصحه جيده. الحلقه ديال اليوم ان شاء الله غادي نخصوها لبعض المعلومات على حسب الناس كيتسائلوا على حسب كلمة اسبانيول، يعني واش نسخوا به السابلي، يعني كيكون هاد التساؤلات بزاف على هاد كريم اسبانيول، يعني باش غادي كما في الصفحه ديال الفيسبوك او في اليوتيوب، يعني بزاف كنلقى ديال السؤالات على هاد الكريم اسبانيول، واش يمكن لينا نسخوا به السابلي. هنا اللي كنقول لكم انايا، كريم اسبانيول هو كيرطب الحاجه. نتمنى ان شاء الله تنزلوا دابا تعملوا لايك للفيديو باش ما تنساوش. الله يجازيكم بخير، وكنتمنى ان شاء الله تسمحوا لي بزاف. هنايا كما قلنا، رجعوا للموضوع ديالنا، كريم اسبانيول كيرطب الحاجه. علاش؟ يعني بحال مثلا بويو الاسباني، يعني هو الكاتو ديالو يعني كيكون بحال شكل جيرواز. هذاك علاش كيرطب الحاجه؟ كيخليها رطب باش ما يكسحش، ولكن كيكون عنده شي سلوفان ولا شي بلاستيك فاش كيكون، باش كيبقى يحتفظ على هذاك اللي كيسميتو هذيك الرطوبه ديالو باش كيرطب الحاجه. هنا الا عملناه صابلي ما كتبقاش هذيك القرماشه، يعني اللي كيبغي مثلا الصابلي يكون يعني فيه ديك القرماشه ما يعملوش، لحقاش الا عملو كيسميتو الكريم اسبانيول هذاك كيرطب الحاجه. وهنايا علاش ملي كتمشيو مثلا كتاخدو بحال ديك الملفاي اللي كتباع في الحوانت ديال درهم ونص ولا بحال هكا ولا درهم، المهم هذيك فيها كريم اسبانيول داخل، هذاك كيرطب. علاش كتلقاها رطبه؟ هذاك كيرطب باش ما يتقسحش الحاجه. الا دازت واحد المده ديك الحاجه كتنشف كتقسح، كتولي واخا فيها ليدام فيها الزبده ولكن كتقسح. هنا هذاك كيرطب. هنا الا بغيتي الصابلي يكون رطب ماشي مشكل، تعملو له كتخلط معاه واحد شويه ديال المربى او شويه ديال الشوكولا دوبها على حمام مريم، كتزيد لها واحد شويه ديال الزيت وتخلطيها معاه وتعمل ديك الكميه اللي غادي تبغيها وتلصقي بها الصابلي. يعني الصابلي بحال هذا انا وجدته لكم هنايا وكنت قريب من حدايا وكنعطيت لكم تاكلو وسمحوا لي. هنايا مثلا نلصقوا به الصابلي بحال هذا، مثلا ها هي هنايا على جوج كما كتلاحظوا، هذه ملصقه وهنا كنعملوه، هذه ماشي، هذه مسموح نلصقوا بها. وهذا مثلا يعني بحال هذه مثلا، نوريكم باش تشوفوا الحاجه. هنايا كنعملوا واحد القليل غير بحال هكا نمسحوها، ماشي غادي نعملوا كميه كثيره تبقى تلعب لينا فوق منا باش نحطوها لي هذه هكذا، خصنا كتكون بحال ممسوحه وشي عليها شي حاجه قليله ندوزها عليها بحال بالموش هكذا ولا بسباتول ولا اي حاجه مثلا، وكنشدها بحال هكذا كنعمل بحال هكا نلويها واحد شويه كنبريسي عليها بحال كتبقى وكتبقى شاده راسها. هذاك كيبقى واحد المده طويله كيرطب، كتولي بحال شكل كيك كتكون رطبه. كنعملو لهذا مثلا اللي كتعمل بحال هكا كتكون مشدوده بحال هكذا، نعملوها نعملو له هذا الكريم اسبانيول. وهذه حتى هي بنفس الشيء يعني مشدوده من هنا ومن هنا، نعملو ونسخو عليها يعني نشدوه باش كيكون هو في الوسط. وبحال هذا مثلا حتى هو يمكن لكم تعملو له بحال هذه مثلا، تعملوا لي بحال هكذا غادي تعملوا بنفس الطريقه. بحال هذا الكوكياج حتى هو هذا ملصق الكونفيتير يمكن لكم تلصقوه بالمربى بكريم اسبانيول، الا هذا مثلا كتلقاو بحال هكذا ما تلصقوش، لحقاش علاش؟ كيكون باين خارج من هنايا غادي يقسح. وبحال هذا عاوتاني حتى هو لا كتلصقوه، هذا تلصقوا بالمربى ولا باش ما بغيتو ولا بكناش شوكولا ولا. وهنايا بحال هذه عاوتاني لا، يعني كاع هذوك اللي كتلقاوهم متقوبين ما تعملولوش. وحتى الا عملتو لصقتو به هاد العوينه هنايا كنضيفو مثلا مربى او شوكولا عليه، ما خصوش يبان
باش هو كيبقى لداخل. كنتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوا القصد من هذا الشيء. كنتمنى نكون وضحت لكم مساله ديال التساؤلات ديال الكريم اسبانيول، واش نسكو به كيسميتو السابلي ولا. كنتمنى دابا تكونوا فهمتوا كنلصقوا به مثلا بحال هذا، مثلا السابلي اللي قلنا كيكون كبير، كيكون كبير كيتباع بالبياس، هذا كيكون في المحلبات ولا من البنات ولا بحال هكذا، كيكون كبير كنلصقوا بكريم اسبانيول حتى هو باش كيخلي الحاجه كتبقى رطبه ما تقسحش. راه باش كتلقاو في المحلبات كتلقاو رطب، راه كيعملوا له كريم اسبانيول باش كيبقى رطب. وانا كنتمنى ان شاء الله نكون وصلت لكم المعلومه والافاده، وشكرا لكم والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.